ثراتي احد مرافق جمعيه العوده الصحيه والمجتمعيه، وبدات العمل في المنطقه الوسطى بانشاء مركز صحي في النصيرات، والى ان تطور الى اصبح مستشفى العوده النصيرات. تقدم مستشفى العوده النصيرات خدماتها في النساء والولاده والجراحات التخصصيه، بالاضافه الى اقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجيه واقسام المبيت. منذ بداية العدوان استجابت مستشفى العودة النصيرات إلى إعلان حالة الطوارئ بحشد كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة أبناء شعبنا في المنطقة الوسطى. تردد على مستشفى العودة النصيرات الكثير والكثير من المصابين والمراجعين والمرضى في ظل صغر حجم المستشفى والقدرة الاستيعابية لها، إلى أن اتخذت قرار مستشفى العودة النصيرات بإنشاء قسم ميداني في الشارع للاستقبال والطوارئ. هذا القسم بالإضافة إلى خيمة أخرى في الشارع أنشئت لأغراض العيادات الخارجية والتخصصية. بلغ عدد المترددين على المستشفى ما يقارب 2000 مريض يوميا، وهذا العدد رقم خيالي بالنسبة للقدرة الاستيعابية للمستشفى. وفي ظل التوسعة التي أقيمت في داخل المستشفى، إلا أن حالة الازدحام المتكرر واليومي في أزقة ومرافق وأقسام المستشفى، اتخذت العودة أيضا قرار استراتيجي بأنها تبني مستشفى ميداني من الصفيح، كما ترون من الصفيح والحديد، وهو مستشفى يضم 5 أقسام رئيسية. المستشفى يضم قسم الاستقبال والطوارئ بسعة 20 سرير، منهم 3 أسرة إنعاش، بالإضافة إلى قسم العيادات الخارجية ويضم 12 غرفة للعيادات الخارجية، بالإضافة أيضا إلى قسم متعدد الأغراض. بداية حنشغله برعاية للجروح، جروح المرضى والمصابين، أيضا قسمين مبيت بسعة 24 سرير لكل قسم، ليصبح عدد الأسرة داخل المستشفى الميداني بالإضافة لمستشفى العودة في المبنى ما يقارب 105 سرير مبيت. هذه التوسعة جاءت للتخفيف من معاناة المصابين، من التخفيف من معاناة المرضى ووقت الانتظار الطويل، وتخفيف من ازدحام داخل أزقة المستشفى.